أنا أعتقد أنه هناك مشاريع مميزة في الشرق الأوسط. لو ننظر للشرق الأوسط بعد تأسيس الأمم المتحدة كان وضعها دائما صعب، وكانت الدول التي تعمل بشكل جيد تعتمد على موارد طبيعية أهمها النفط، خصوصا في دول الخليج. لكن أتى رجل في التسعينات وأرانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الأوسط أن نستطيع أن نقدم أكثر، الشيخ محمد بن راشد. قدم نموذج في دبي وجعل الجميع في الشرق الأوسط يقتنع أننا نستطيع أن نقدم ليس كدبي فقط بل أكثر من ذلك كثير. رفع السقف، نريد أن نرفع السقف أيضا في المملكة العربية السعودية، ونريد أن الجميع يتنافس على رفع السقف. عينك على العالم.